دايت اليوم الـ74، عايزك قبل اي حاجة تصلي على النبي وتذكر الله في الكومنتات. اما بقى النهاردة فبدأت يومي بالسناك معانا كان تفاحية، وهنزل لك النهاردة اليوم كله من الاكل والسعرات. واما بقى وجبة الفطار معانا كانت 100 جرام جبنة قريش وبيضتين وسلطة خضراء مكونة من فلفل رومي بجميع انواعه، وكان فيها 290 كالوري و25 جرام بروتين. ونيجي بقى لوجبة الغداء ودلع وجبة الغداء، كان 100 جرام من الشاورما فيهم 165 كالوري و31 جرام بروتين. وحليت الكلام كده ب50 جرام جبنة شيدر لايت وفيها 173 كالوري و9 جرام بروتين، وسبتهم كده بقى ياخدوا يدوا مع بعض شوية ووطيت النار عليهم. وكان السناك معانا النهاردة فلامانكو كانت فيه 336 سعرة. وادي شكل الجبنة على الشاورما بعد ما ساحت وعملت عظمة بجد يا جدعان والله. وهقول لك نصيحة صغيرة كده معانا في الدايت، الدايت مش حرمان على قد ما هو تظبيط اكل، وعلى قد ما انت تاكل كل حاجة نفسك فيها بس بكمية صغيرة وبسعرات قليلة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض سعرات الفطار، ودي دلوقتي هقول لك سعرات اللي موجودة في قلب الاكلة دي، وهقول لك كمان السعرات بتاعت اليوم كله كانت كام. فكده وجبات اليوم كله معانا النهاردة 1098 سعرة بس. شوف انا واكل اكل كتير ازاي، وفي الياف وفي حاجات كتيرة، وبالظبط كده مجموع الوجبة كلها 1098 سعرة بس. بجد احنا بندلع الدايت. اتمنى بقى لايك وفولو منكم واكسبلور للفيديو وشجعوني، لان تشجيعكم دوت بيفرق معايا كتير قوي. انا نفسي اتشهر بجد اقسم بالله. تفتكروا هيجوا اليوم